مرحبا اخواتي، اليوم سحب الثاني على جوائز الايفونات. حبايبي مثل ما شفتوا الاسبوع الماضي شركه ملك تجاريه اعلنت عن مسابقه بقناه ابراني. المسابقه عباره عن 6 هواتف ايفون 11. طبعا نحن عملنا مسابقه على اسبوعين على مرحلتين. الاسبوع الاول عملنا قرعه وربحوا 3 فائزين منكم انتم، والهواتف وصلتهم على بلدهم وعلى بيوتهم واستلموها والحمد لله، والف مبروك لكم. اكيد هلا انتم عم تتابعونا، الف مبروك. طبعا واللي ما ربح حظ اوفر، وان شاء الله هلا بهذا السحب اللي رح نعمله هلا بتربح. بس ما حدا يعاتبنا انه ليش ما ربحنا وعملنا الشروط وما طلع اسمنا، هاي شغله حظ يا جماعه، شغله حظ، لا بايدي ولا بايد ابراد ولا بايد شركه الملك. اللي له حظ يربح، اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. بس ان شاء الله يا رب، يعني الانسان بيحاول مره 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 الا ما يربح. يعني اللي ربح ما بيعرف انه رح يربح. هلا رح نباشر بالسحب، بس قبل ما نسحب اسماء الفائزين الثلاثه، ابو رعد حابب يقول لكم شيء مهم كثير بالقناه، كثير ضروري. اخواتي الاسعارات ما بتوصل لحدا ابدا، او لعدد كثير قليل، اشعارات عم توصل لعدد كثير قليل منكم. هنا رح نحط فيديو، بتمنى كلياتكم تنبذوا. بتمنى فعلا كلياتكم تنبذوا هذا المقطع لانه كثير ضروري، التفاعل كثير خفان بالقناه يا جماعه وانتم شايفين، لانه تحديثات اليوتيوب كل ما حدثوا بيلغوا الاشعارات. عرفتوا؟ فانتوا نفذوا، بتمنى تنفذوا هذا الفيديو، ما بياخذ معكم يعني ثانيتين او اكثر او 5 ثواني، بتمنى تنفذوه حتى يرجع التفاعل بقناه ابو رعد اللي انتوا بتحبوه، لانه التفاعل كثير خفان وانتوا شايفين. شوفوا المقطع وبنرجع حتى نعمل السحب. يلا حبايبي، اول شيء اكتبوا بالبحث ابو رعد. بعدين بتفوتوا على قناتي. بعدين الغوا الاشتراك. ورجعوا اشتركوا مرة تانية. بعدين اضغطوا على هذا الدرس. بعدين على كلمة الكل. هيك بيصير كل شيء تمام. الله يعطيكم ألف عافية. بحبكم. اخواتي بتمنى كلياتكم تكونوا نفذتوا المقطع حتى يرجع التفاعل بالقناه. ان شاء الله يا رب، بتمنى عن جد تكونوا نفذتوا هذا المقطع، لانه المشاهدات زفت، التفاعل زفت يا جماعه، حتى اللايكات والله بلاش، يعني اعملوا لايكات حتى يصير تفاعل. اللايك بيساعد المقطع انه يمشي ويتفاعل. تمام شباب، والله نحن عم نعمل كل جهدنا حتى نسليكم ونفرحكم ونضحككم، بس والله انتم مقصرين مع ابو رعد كثير. في ناس يا لطيف ما احلاهن والله، مشاركات لايكات تعليقات، هدول على راسنا من فوق والله. انتو شغلي نار، دعمكم نار. بس في البعض الثاني بيقول ليش انا اعمل لايك، ليش انا اعمل مشاركه، خلي غيري يعمل. اذا انتو بتحبوا ابراد وشايفين انه بيستاهل عن جد وتعبوا، بيستاهل انه تعملوا مشاركه وتدعموا، فدعموا. اذا شايفينه انه ما بيستاهل لا تعملوا اي شيء. بس والله رح نباشر بالسحب يا جماعة، ما حدا يزعل والله، قلت لكم وبرجع أقول لكم والله، السحب نظامي 100%. إذا بدك تربح الله كيتب لك تربح، فرح تربح. بس من الأخير أبو رعد طبعا هو اللي راح يسحب. طبعا مثل ما عملنا الأسبوع الماضي، أخذنا أول 5 أرقام من الهواتف. طبعا بالمونتاج راح نكتب اسم الفائز، اسمه الثلاثي مع أين بلد، ورقمه 5 أرقام من الهاتف تبعه اللي على اليمين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ادعوا معنا، يا رب تكون انت اللي عم تشوف تربح. لا كل واحد بيقول انا. يلا هاي اول رابح معنا على هاتف الايفون، هذا الرقم اول شيء، ما بعرف اذا مبين على الكاميرا او لا. الرقم هو 1 7 4 2 0. هذا الشخص او رقم الشخص اللي ربح هاتف ايفون 11. مبروك مبروك مبروك، هذا اول شخص. ثاني، طبعا مثل ما قلنا لكم بالمونتاج راح نحط الاسم مع رقم الهاتف واي بلد. يا جماعه عشان ما حدا يقول، حط بابا ايدك هيك وسخربت وسخربت.
يعني في الاسبوع الماضي قالوا لنا انتم حاطين بس 3 ارقام، فهلا بس ننتهي بدي افرجيكم انه مو بس 3 ارقام. يعني الرقم الثاني 50. ما راح احمسكم يعني زياده، حرام يعني. الرقم الثاني او الفائز الثاني بهاتف ايفون 11، طبعا من هون هالارقام 2 8 7 4 1، صاحب هذا الرقم ربح هاتف ايفون 11 ان شاء الله. الف الف مبروك. السحب الثالث، الفائز الثالث، تربطوا بابا من تحت من تحت من تحت من تحت، يلا يا رب. فائز الثالث او رقم الفائز الثالث 9 7 0 8 1، اللي بينتهي رقمه رقم هاتفه من اليمين لهذا الرقم فهو ربح هاتف ايفون 11 ان شاء الله. الف الف مبروك. اللي خسر حظ اوفر، ان شاء الله باللي رد ذهبية بتكون ربحان. يا جماعة هيك خلصنا، هادول ربحوا مشان نحن نثبت للعالم اللي عتقلنا حاطين بس 3 ارقام هواتف، هدول ربحوا راح نثبتهم بالمونتاج. شوفوا يا جماعة هذا رقم، هي ورقة جديدة شوفوها، رقم غير، شوفوا الرقم 30516، هي غير 96416، هذا غير 62078، شوفوا يا جماعة يعني كل رقم شكل، مشان ما حدا قلنا انه في مخاوزات 33799، والله العظيم افتحوهم كلهم بتلاقوا كل واحد رقم مختلف عن الثاني، والله العظيم. شوفوا يعني يا جماعة شوفوا، ما عم نربح حدا محدد ولا عم بإذن الله كل جوائز نظامية عم نوزع. على كل حال ألف ألف مبروك لكل شخص ربح بهالأسبوع أو الأسبوع الماضي. قلت لكم رح نكتب اسم الفائز واسم بلده بالمونتاج. كترنا كلام عليكم، بتمنى بس تكونوا نفذتوا المقطع اللي حطيناه انه تلغي الاشتراك بالقناة، ارجع اشترك وكبوس على الجرس واضغط على كلمة الكل، بس هيك، وان شاء الله التفاعل رح يرجع على قناة ابو رعد مثل الاول. ونحن فعلا مقصرين بالقناة شوي بس عم نجهز لشغلات ان شاء الله كتير رح تعجبكم، وحاليا عم نصور حلقة جديدة من الضرائب، حلقة رقم 4 عم نصورها يومين او 3 ان شاء الله بتكون موجودة بالقناة. ابو رعد كمان شارك بمسلسل يتيمة بسوريا على قناة الاستاذ وسيم جاني، وشارك مع محمد جواني كمان بمسلسل اسمه الخيانة، بتمنى كمان تشوفوهم كتير حلوين. وعم نجهز لشغلات كمان كتير حلوة، عم نجهز لمسلسل ابو رعد شو كمان كتير كتير رح يعجبكم، فيه كوميديا وفيه شغلات هيك استعراضية، يعني الايام الجاي رح تشوفوا كتير شغلات حلوة. وبس بتمنى التفاعل، والله التفاعل كتير خفان، فاللي بيحب ابو رعد وحابب يدعمه ما يقصر معه، مثل ما قلت لكم اللي بيحب ابو رعد يعمل هالشغلات اللي بالمقطع وبس، تمام. طولنا كتير عليكم بالكلام، لا تأخذوني بس لأني القناة جد 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 مشاهدات زفت ووضعها كتير سيء، فنحن ما لنا غيركم، انتوا اخوتنا، انتوا اصحاب القناة الحقيقيين. شوية تفاعل منكم ترجع القناة ترجع مثل اول واحسن بإذن الله. حابب تقول شيء يا ابو رعد؟ حابب ابويا الاشخاص اللي ربحوا وصلوا الف الف مبروك، الف الف مبروك، وان شاء الله اللي ما ربح هالمرة بيربح بالمرات الجاية. شفناكم بخير ويا رب دايما نشوفكم بخير. باي باي. ما بالنجاح لا تفكروا تحتكوا.
وفينا نحنا هون سيادة الساحة وفينا نهدى بإيدينا ما في حدا علينا كلن معنا ومنا وفينا متابعيني أصل القوة مندعس الساحة برجلينا ما حدا بيقدر علينا نحنا جنود الأرض عنا أحلى متابعين نفرض احترامنا فرض هيدا الدس إجرامي فعين عا كلامي بتلاقيني ملك الساحة بيدم ما أرمي سلامي.